ولي على قامتك يا عدلية. صدقيني يا عدلية خانم، أنا ما كنت بدي قلك، بس تذكرت خطبة ابنك لبنتها، قلت لحالي لازم تعرفي مشان تقولي لجوزي، لأنه ابنك بده يعيش معها عمر وما بصير تضل ملازمته هي العيبة. قال شو؟ حماته مطلقة، وإمتى؟ بعد كل هالعمر طلقها أبو عصام. إذا أجيتي للدغري أنا ما بعرف يعني ليش طلقها، بس أكيد أكيد هالسلالي مساوي شي شغلة كبيرة كتير وما حدا بيعرفها. ولي على قامتك، ولي على قامتك يا عدلي على المصيبة اللي إجتك.